المنتخب المغربي اليوم هو ضامن التأهل ديالو في الماتش اللي فات، والماتش ديال اليوم هو ماتش اللي يمكن غيكون صعاب مع بالنسبه للدوزيام ايكيب اللي مازال ما دخلتش، تيحل فرص اللعابه كاملين. ابخي بالنسبه دابا خاصهم يفكروا في الماتش اللي جاي اللي في بعد التأهل، وكنظن المنتخب المغربي عندنا منتخب متكامل، كنظن ما كاينش الخصاص، لعبة كاملين تقريبا عندهم امكانيات، كاملين عندهم كاملين محترفين، كاملين كيعرفوا يلعبوا الكره. هو خاصهم ما عرفتش، يمكن خاصهم يفرقوا شويه ما بين الكره الافريقيه والكره الاوروبيه بالنسبه للناس اللي كيلعبوا في اوروبا، اللعبة اللي كيلعبوا في اوروبا. وكنظن المدرب ما عرفتش، يمكن المدرب يقدر يتيح الفرص بالنسبه للعبة اللي كيمارسوا افريقيا. كنظن نقدر يدير نتيجه، كوا هادي والتيان هو اللي تيحكم. نقدرش نقول لك الكاس في الجيب بحال هادو كله، يا عندك غادي ديما عندك شي غتخرج بحال هادشي، هذا هو البلان. هذاك التطبيله ما خدمه ما والو، لا من جانب الشعب ولا من جانب هذوك المغنيين ولا من جانب التطبيل. داك الشيء كينفخوا اللعابه اعلاميا، صافي اللعابه ما كيبقاوش كيحترموا الفرق، كيوليو اي فرقه كيشوفوها فريق صغير هذيك حتى كيصدموهم. اش مشوا البنين هذاك العام داسا طوازيام ودوا بحال المغرب، هذا هو هذا اللي كان. وبالنسبه للمقابله ديال اليوم هي فرصه للوقوف على كيف ما كنقولوا مكامن الخلل، وكيف ما كنقولوا ميدان والجهه اليسرى اللي هي مشكله واحد نقطه ضعف بالنسبه للمنتخب الوطني اللي لعبنا مع منتخبات وازنه ومنتخبات عندها كيف ما كنقولوا الخبره الافريقيه وعندها لاعبين متمرسين، غادي نلقاو فيها مشاكل. بعض الخطرات بعض المنتخبات كيضغطوا علينا في هذه المجموعه، كتلقى شويه ديال المشاكل في الجهه اليسرى لان ما كاينش تغطيه. اضم مصينا ماشي في احسن ايامه، لانه كيف ما كنقولوا راجع من الاصابه وباقي ما استرجعش كيف ما كنقولوا كامل اللياقه ديالو والطراوه البدنيه، هذا الشيء اللي كيشكل واحد العائق. وكنتمناو ان شاء الله تكون كيف ما كنقولوا بروفا للدور الثاني، وما نعاودوش النكسه ديال البنين او مصر، وندخلوا بفرحه جديده ان شاء الله بذكريات جيل 2004 ان شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.